بركات النهارده الحلقه الرابعه من برنامج احتراف كونغ فو. النهارده هنتكلم عن الركلات الاساسيه في كونغ فو. طبعا الكونغ فو ليه ركلات ملهاش عليها، ممكن تشكل اي ركله قصاد ركله ثانيه، طرق كتير جدا، بس هنشرح الاساسيين في الكونغ فو. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا اول ركله النهارده هنتعلمها، الاماميه. ركله الاماميه طبعا دي غنيه عن التعريف، معروفه جدا. مثلا انا هلعب بالرجل اليمين هي في الدوره، تمام؟ لازم اسيب مسافه كده، ما اقفش كده، ما اقفش مستقيم كده، لازم يبقى في زاويه كده، تمام؟ اهو شفت طالعه ازاي؟ هوريكم التطبيق. اول حاجه بطلعها كده، دي تضرب كده بس مره واحده، تمام؟ ولما بضرب بخش الوسط، بس حاجه واحده، لما بضرب بقوم داخل الوسط، تمام؟ كده يعني. في ناس مثلا ممكن تعمل كده غلط، كده هتقع. ولما تيجي تضرب ما ترفعش كعب رجلي دوت، تمام؟ ما ترفعش كعب رجلي، لما تيجي تضرب ما تعملش كده، هتقع، تمام؟ تضرب كده مره واحده، تمام؟ نفس الرجل الثانيه، نفس الضربه عادي، تمام؟ برده ما نرفعش كعبنا. وفي حاجه ثانيه غلط ثانيه في ناس بتعملها، ممكن ينزل بصدره علشان يعلي الرجل كده، غلط برضه، غلط في كده، تمام؟ تكون سريعة، كتلة التكرار بيخليها سريعة جدا، محدش شايف يسيبها. الركلة التانية وش برضه، طبعا معروفة طبعا، نفس برضه المسافة التمرينية، تمام؟ بقف كده، الرجل دي تطلع زاوية قايمة، تمام؟ تطلع كده، تمام؟ كده، تمام؟ نفس الكلام ممكن اعملها من قدام، بس دي على مستويين بقى، يعني مثلا كده مستوى تحت فوق على طول. دي لو انا بلعب فايت مثلا مع حد ممكن اشتته باللي تحت واقوم طالع فوق على طول، بس احنا دلوقتي خلينا في الضربه الاولى اللي هي وش كده مع طول. دي برده بخش بوسكي، ما ينفعش اضرب كده، غلط كده، مش هتنفع، خش بوسكي كده، تمام؟ كده ايه، خدنا الاماميه وش القدم. في ضربه ثانيه دائريه الخارج كده، في ناس ممكن تغلط فيها تعمل لك كده، غلط، ممكن تغلط نفسها، في ناس ممكن ترفع كعبها عشان تبقى الضربة عالية كده، هيقف، لكن بوش توب بثبات، سيب المسافة أهو، تمام؟ دي لو وش واحد قدامك تضربه كده، كده، بالجنب. في ضربة تانية لجوه بقى عكسها، برضه لو وش واحد كده تضربه على طول. الضربة الدائرية للداخل بتيجي ازاي؟ عكس التانية، يعني بتيجي من بره كده على جوه، من بره على جوه، برضه محدش يوطي راسه ويرفع كعب رجله، دي غلطات ياما. في ضربة تانية الجانبية، دي طبعا غنية عن التعريف، من أشهر ضربات بروسلي، طبعا بروسلي كان بيعملها بجري وبقفز وكل حاجة، احنا هنعملها لوحدها، تمام؟ بتيجي ازاي؟ في ناس ممكن تاخد لك خطوة من ورا كده، تقوم ضربة جانبية، تمام؟ في ناس ممكن تاخد خطوة من قدام، من ضربه جانبيه. احنا مش هناخد خطوات من مكاننا، تمام؟ عشان دي يعني اول حلقه في الضربات، فهنضرب من مكاننا. رجل بترفع كده، بين فارد ولامي، فارد ولامي. بس طبعا انا لما هاجي العب بيه هقف اعمل كده، هضربها بسرعه، يعني مثلا اقوم لها جانبيه على طول، تمام؟ في ضربه ثانيه بقى دي مركبه شويه، يعني اخد فيها دائريه من قدام، ممكن اعمل مثلا ايه؟ دائريه تجيب من دول. دي ضربتين مع بعض، بس انا مش عايز اشتتكم دلوقتي عشان دي لسه اول ضربات اساسيه في الكونغ فو، تمام؟ في ضربه ثانيه اسمها الكاسحه الاماميه، او مثلا المقص الامامي. ده بنعمله ازاي؟ في ناس مثلا ممكن تغلط فيه، تبقى نازله كده بالراحه وتلف من تحت كده بالراحه، ده غلط. ناخد لفه كامله او نص لفه حسب ما تعمل، يعني مثلا كده، تمام؟ يبقى لازم بسرعه، ما ينفعش نعملها بالراحه. في برضه المقص الخلفي، بس ده مش هعمله دلوقتي، تمام؟ عيد تاني بس بطيء بقى. انا بنزل ازاي؟ بنزل كده، ودي بتيجي من ورا كده، بلف لفه كامله، ممكن نلفها نص لفه مش تفرق، تمام؟ تاني بالبطيء، وبنزل كده، وكعب الرجل اللي ورا تبقى مرفوعه.